كمان بنبارك لمنتخبنا الأولمبي التأهل إلى الدور النهائي، نهائي أمم إفريقيا لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة، لكن قبل التأهل إلى النهائي التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس صيف عام 2024 المقبل. وهذا التأهل هو التأهل الثاني على التوالي لمنتخبنا الأولمبي للألعاب الأولمبية. سبق قبل 4 سنين منتخبنا الأولمبي لعب في أولمبياد طوكيو، والآن المنتخب تأهل إلى أولمبياد باريس بإذن الله صيف العام المقبل بعد الفوز على غينيا في مباراة الدور نصف النهائي. لا يتبقى سوى هدف واحد، وهو الفوز بالبطولة الإفريقية، لأن منتخبنا هو حامل اللقب في النسخة الأخيرة اللي اتنظمت في مصر قبل 4 سنوات.